أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا ل22 من يونيو نبدأ أمامكم على اليو دولار. كما ترون لدينا هنالك هبوط لإغلاق الفتحة التي تكونت ما بين إغلاق يوم الجمعة ويوم الاثنين. أنا بنظري أنه نحن الآن في صدد معاودة الصعود، أو إذا تم كبح عند مستوى الدعم الصاعد ممكن أن نصل إلى مستويات 1.14. يجب أخذ معنا الاعتبار أن التقلبات سوف تكون قوية اليوم ويوم غد على اليورو دولار، وكذلك يجب أخذ معنا الاعتبار على الباوند دولار، طبعا سوف نتكلم عنه لاحقا. كما قلت سوف يكون مدعوم بالأسفل من هذه المستويات، لكن إذا تم اختراق الدعم ممكن أن نصل إلى مستويات 1.10، مما يأخذنا إلى الباوند دولار. وكما ترون هنا القفزات الصاعدة بشكل رهيب نوعا ما، وهي أكبر صعود يومي للباوند حصل منذ 2008 كما ممكن أن نرى في هذه الفترة الأخيرة. أنا بنظري أنه من 1.48 أو من هذه المستويات سوف يتم الهبوط على الأقل ل 1.45، وسينحصر التداول في تلك ما بين هذه الخطوط. تداول موفقا وشكرا لكم.